يعني الحلقة 21 اللي عملنا تقدم كبير جدا في السيزون. تخيلين من الحلقة الأولى كنا حتة مسخرة عن قاعدين في الصحراء أو في جزيرة جبل أو في منطقة صغيرة جدا. دلوقتي معانا السيف الخارق، يعني ليه صوتنا احنا خربناها رسم، وممكن تحمل يا سمكين تصور الدكتور عرفت لو سمحت. يعني حمل يا باشا، حمل يا ابني، حمل يا باشا. كده بتحمل كيف ايه سكاتون هناك؟ شفت بس اول حاجة قبل ما اعمل اي حاجة شباب، خلينا نخش البيت اللي هناك ده، نجيب نجيب لنا حباية دايمون، نجيب الانزل، نكتب بقى الاسم الجديد بتاعنا. اوكي خلينا بقى نكتب. اوكي كتبنا الاسم، نجيب الاسم حطه هنا. تمام بس هما شايفين كتبها بحلقة جديدة من سلسلة دكتور كرافت النهاردة. هنعمل ايه؟ كده نجيب الخنازير وبتهيجين شوية، وبرضو في المرة صلحت شوية درام، صلحت شوية من الدرام بتاعتي. بس كده الباب وين يا طبعا هنام فوق الجولد. اول حاجة نفتح الانفنتوري، لون انا قالع الخوذة والبوت عشان دول معيش نزل رد كفاية عشان اصلحهم. نسيت استخدمهم في الشيست بليت. ايه ده بروتكشن 1 القرف، بروتكشن 2 القرف ده. اوكي احنا كده هجيب لي كتب اتمشيهم عليهم. بتاعت الاتنين دول اخليهم في الشيست او الاندر شيست، سوا خلال نروح نحطوه في البنك. هما يعني بالعافية بنجابه يعني. اروح البنك، استنى يا ابني لحم دول خلاص، دفتين من اي سكيلتون او زومبي خلاص ينكسر. كان احطهم برضو جينا معايا دايما كتير، فاصنع لي الحاجات من دايما تطلعي برا يا نحلة. ده بتاع مشتركين يا باشا، ده بوتيو بوت يا بت، بتدخلي يا بت، خدي يا بت بت كمان. ده انتي خدي يا بت، والله ما اسيبك، اقسم رب الكعبة ما اسيبك. ايوه كده خش بيت المشتركين اللي اتقلب، حط دول هنا وتيال هلبس القديمات اللي قربوا ينكسروا. هاد ده هاد القدام اللي قربوا ينكسروا بس البسهم. ثواني انا معايا دايما كتير اصلحهم. الذكاء ده جينا ناخد ده من بيت المشتركين. انا فاكر ده حطيت فيه دايما كتير عشان الفيديو مليان. هاخد لها شوية دايمون، هو كله ستاك وهاخده بس طاقة هنا مش كتير، هات الستاك بس. تمام خلينا نروح نصلحه. ايش هنصلحه في العلبة بتاعت البيت خلاص قربت تتكسر. نروح البيت التاني مفيش ولا فيه هنا غزل اصلا تاني مفيش. خلينا نروح البيت التاني مفيش. نروح البيت التالت المج. اوكي هنروح والله البيت ده من زمان قوي من بداية السلسلة. انا والله بيت حلو يعني مش وحش، عامل معانا حاجات كتير والله. عارفين شنين كل 5 دقايق قرب يدخل خلاص زهقت. كان صلح فيه ده. اوكي ده الحاجات الاحتياطية. وهنا كنت حاطط والله حاجات كتير، والله كنت حاطط حاجات مهمة هنا. هات الجرد ده وهات الاير جولد. ايوه اجرد كنت حاطط حاجات حلوة هنا والله. انا اشوف الجالي هذا نتنيش خيار ده وصلح ده واخد اكس بي للأسف.
يا نهار اسود اح. خلي بقى لسه كده نزل الشباب يجيب لنا دروع جديدة احسن. ايه 34 ليفل دول؟ ده عند امك. هنوديه لاندر شيست، ده هيجيب ده خلص لي بس الاكس بي ليفل بتاعي. انا المرة انا احط الاسامي ازاي اللي سوي ده في فيديو المشتركين بتاع ان شاء الله عند خالته بقى. استنى بوي، يعني ايه الايموجي اللي بتاع السبيد؟ مش عارف. استنى ده تدخل هنا بقى من غير اي تلت. انا هدخل فين؟ مش هنا، تحت انا منجي جيش الاخرية ده اسمه. في حاجات يعني حلوة جدا يا ببلاش. شكرا لله. انا تخلوا هنا رز فيك، وانا والله اعمل لي دروع جديد احسن. خلينا نحط العيون دي هنا، 14 عين تمام. معايا تاني على فحم، الفحم دوت يعني احطه في الفيرنس يطبخ. خلينا نحطه في البلاس فيرنس يطبخ. النهارده كده كده تنزلين عشان نجيب لنا ايميرالد. عشان معلش ايميرالد خالص، ايميرالد معانا معناش اي حب، ده معانا كله 4 حبات بس. خلينا نطلع فوق نطبخ اللي اسمه ايه ده. نحط هنا الفحم ونحط الايرون. انا اخد من هنا 6 حبات فحم وانزل تحت واطبخ النحاس والكوبر. هو اسمه كوبر بس بنقول، هو اسمه كوبر بس ان احنا بنقول نحاس، يعني نحاس عادي. انا ادخل احط النحاس هنا يطبخ. خلينا بقى ننزل تحت عشان نجيب لنا، عشان نصنع لنا بقى الحاجات اللي احنا عاوزينها. اول حاجة هنصنع خوذة، بعدين جزمة. وايه 34 تلفل ده ازاي يعني من الخوذة بس؟ ما علينا. خليه بقى نعمل اي بي جي مش بوكت كويس. فوتري 60 بتحول ليه؟ اوكي هو الاير والطبخ. استنى نشوف الاير والطبخ ولا لا. حسب كل واحد جنبه 3 حبات. اوكي هات ده. فكرة في تكتب لفوق. طب كل شوية بنزل تحت. خلينا بقى نصنع البوكت. نصنع بوكت مية. هاتلي واحد كده يا شباب، هاتلي واحد كده يا ابني. متنصب عليا ايه ده؟ رماية واحد مية. نهار اسود على الذكاء. انا ما اوكي طلع معايا واحد باي ورا مش واخد بالي. طيب المرة دي بقى 4 360 عدل. 4 360 بس كده مش حوار. هو انا شو السكار خارج اشتغل؟ لا الحمد لله مشتغلش. خلينا ندور هنا على شوية ايميرالد. في ده فحم مش محتاجينه. نشوف كيف هنا نحلة غلبانة. يقلي الحل ان ننزل كهف الشوابي احسن. كده يلا على الطبق التالي، الطبق ال 11 بكرة اللي هي ابرة ضايبة كمان. دي هنا وانتي دي تقريبا محشورة اوي ستة تقريبا كده. ساعي خليها ولا نقتلها؟ تحسيها اللي بتحفر مش انا. خلينا بحركة ابو صبغة تظبط ولا لا؟ هي دي لا مظبوط. كسر اللي بالكريم تظبط. حركة ابو صبغة ايوه، حركة ابو صبغة تظبط ايوه، حركة ابو صبغة تظبط.
واضحة جدا. جرب كمان بروح اركض ابو سمكة. ابو سمكة ايه يا عيال ابو سمكة؟ متحكش ورطة. استنى شوف انا عارف اركض ابو سمكة تصب ازاي. تجي هنا حركة ابو سمكة. حركة ابو سمكة. ابو سمكة مش ناجحة. خلينا نكسر ده. خلينا ندور على من الناحية دي. مفيش اي حاجة. دور الناحية التانية. لا انا بحط ربع السكادة. انا شمعة ثواني. مش انا معايا واحد ايرون عليه. اذهب يلا اذهب يلا. بيكسر اسرع. ده بيكسر الجواردس اسرع. كيف تحت؟ كي دخلنا على سودة دي بسليب زي كمان تحت. في كهف فين؟ انا لمحت. يعني انا اطلع من الكهف الخربان ده. البيكاكس صار من كيس ولا حاسس عليه بحاجه. البيكاكس التعبان ده قرب الكيس ولا سبع بلاش بحاجه حتى. مفيش حاجة غير سلاش جيم ووت كريتف. دي حالة الوحيدة عشان انا هاخد تها السنين بز. شوار في كهف هناك. ده اللي كنت فيه. ده وده اللي كنت فيه. هي القرية فوق. ننام بقى بسرعة. بس والله رحلة خرا بصراحة. يعني بصراحة يعني اخر يعني رحلة صباح الفل. وايه بس يا جماعة كنت سألت شو اللي اشتركت في الكورس ده بهاد. وشوفكم الحلقات الجاية. مع السلامة. استنى بس كده والله لا لا قلتلك ولا تاخد اف دي او مش عارف اسمها دي موت. ايوه اتهلت ولا تاخد ولا ضغط مش عارف. بص يا جماعة بص ان حد مش لاقي اشترك في الاستبيات. شكرا الحلقة الجاية. مع السلامة. و تشترك شير ولا يحرمنا مني ولا انا عرفت رمز جلال. و بتنسوش تشاركوا برضو وتفعلوا الجرس عشان ما اشوف ناس كتيرة تتابع الفيديوهات ومتشتركش. ومع السلامة.